صباح الخير. يوم أول يوم برمضان، أنا معزومة على فطار مغربي، سو اليوم الميك اب واللبس وكل شي حيكون مغربي تقريبا. رح ألبس قفطان مغربي ورح أعمل مكياج قريب على المغربي، ورح نروح ناكل فطار مغربي واللي بقدموا لنا الأكل مغاربي. هيدا الفاونديشن اللي عم نستعمله اليوم، لاني أجيكم وقت الشمس اللي بستعمله. هيدا هو كثير ناعم على البشرة. أنا سوبر اكسايتد، بعرف من الأكلات المغربية، الطاجين المغربي، كسكس المغربي، كونسيلر. ما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات انتو شو عاملين أكل اليوم على الإفطار، وإذا مش عاملين ومثل حالاتي حتاكلوا برا ومعزومين، اكتبوا لي شو الإفطار. بلاندينج تايم. أنا بعشق القفطان المغربي، رح تفتحوا خزانتي حتلاقوا عندي فوق 30 قفطان. اسألوني ليش، قولوا لي ليش ليش. انا بحب التراث تبعهم. رح نستعمل هيدا الليبستيك، نعمل كونتور كثير هون، برونزر. رح اسالكم بالتعليقات اذا حابين اني اروح على المغرب العربي، وهيدا التعليق اذا جاب اكثر من 1,000,000 لايك، التعليق بس بوصل 1,000,000 لايك رح اخذ طيارة واطلع على المغرب على طول. تمام، انا محتارة بين 2 قفطانين، واحد لونه بنفسجي واحد لونه اسود. بعدين رح اخذ بني هون. الطريقة علمتني يا صبية على اللايف، قالت لي قبل ما تحطي رموش دايما استعملي مسكارا. سو هاي النصيحة صبية قالت لي اياها على اللايف. المكياج لهلا بيسحر، بيطير العقل. شوفوا الفرق بين هون وهون، فوالا، شوفوا ما اجمل هالرموش، كتير حبيت. نعمل شوية كونتور، سيتنج سبراي. اوكي، بحبوا لهيدا الهايلايتر، نحطه هون. وهيك بكون خلصت المكياج اللي حاولت شوي اعمله من وحي المغرب العربي. هلا حقوم اعمل شعراتي، تعالوا معي على الغرفه الثانيه. هيدا الشيء وصلني للشعر، سو خليني افتحه واشوف شو فيه تولز. هيدي فرشايه، في كذا كارلر رح استعمل العريض. يا هدول ثلاثة كتير بحب هذا اللوك تبع شاكيرا لوك. اوكي هيك زبطت. في هيدا المتن كمان الحرارة. شو رأيكم؟ أنا أشوف يلا نروح نلبس القفطان المغربي وأجيكم الفاينل لوك. شوية سبراي. يلا نلبس القفطان. شوفوا لي الشعرات قد ايه حلوين والميك اب. تعالوا نختار القفطان المغربي اللي حنلبسه اليوم. هيدا القفطان اللي اخترته بيطير العقل، خليني اقيس وارجيكم اياه على اللبس. هيدا الشوز، ما بحب كتير الهاي هيلز العالي. جود مورنينج تادي، تعالوا يلا نلبسهم. حاستعمل تو برفيومز توداي. هيدا اول واحد، فيه شوية عود
تفاصيل بقى على اللوك. هيدا ديوغ اخترت هاي الشنطة. يلا نروح على الافطار المغربي. رمضان كريم، بحبكم قد العالم، وان شاء الله افطار شهي وصحي.